11 فيلما وثائقيا لمخرجين مغاربة وأجانب تتنافس في إطار المسابقة الرسمية للملتقى الدولي الثالث للفيلم الوثائقي بقلميم. المسابقة التي انطلقت اليوم بعرض عدد من الأفلام تتقاسم تيمة حقوق الإنسان وتبت فيها لجنة تحكيم يترأسها مدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة بوشعيب المسعودي. كاين معايير ديال لجنة التحكيم، احنا بطبيعة الحال احنا مشاهدين، وكاين لجنة اللي كلها كتعطي الرأي ديالها. كيف ما قلت كاين معايير لتقنية اللي كتهم المونتاج، كتهم الإخراج، كتهم التصوير، كتهم الصوت، وكاين ولكن كاين هناك الحاجة المهمة وهي الفكرة، وهذه الفكرة واش المخرج وصلها أو لا للجمهور. وضمت أفلام الدفعة الأولى من المسابقة فيلم الختومات لمخرجه اليمني محمد بلخشر، ومأساة العائلة الواحدة لهشام عيد من المغرب، وأمل دنقل لمصطفى محمود من مصر، وورشة في مرتفعات القبائل بالجزائر لمخرجه كمال سحاقي، ومدينة تحتضر لعبد الرحمن الرئيس من المغرب. أنا من الآن كنشوف إن واحد الجانب بحل نوصل به تل 70% أن الصورة لا بأس بها حيث كما تظهر، إلا القليل فيها، لا بالنسبة للفيلم الأول الختومات ولا بالنسبة للفيلم هذا العائلة الواحدة. فهذا الجانب هذا أنا سجلته على أن الصور يعني لا بأس بها بمقدار 70%. وعلاوة على أفلام المسابقة الرسمية، يشارك في الملتقى أيضا 11 فيلما بانوراميا تتقاسم ذات التيمة والهدف، كما ستلتئم بالموازاة مع ذلك ندوتين تتمحور الأولى حول الحقوق والحريات في الفيلم المغربي، فيما تهم الثانية صورة المرأة في السينما المغربية بين التوظيف النمطي والتوظيف الجمالي.